Dobra. اوكي يلا اسألكم، ايش قد ربع ساعة 10 دقائق؟ ربع ساعة يلا، ونرجع نشوف الحلول. يلا تناقشوا، ستارت. بس مصطفى ترى الحضور مهم لأن عليه تقييم، فأنت شوف جماعتك شو عجب ما داخلين بس 15 واحد، وبالجروب الثاني هم قليلين. ودرجة ترى الدرجة مهمة هم، ليش هيك يعني؟ يلا يلا بابا تفضل. يلا ستارت ديسكشن طلاب. يلا مصطفى يلا بس السؤال الأول، كيف 3 causes of the bloody diarrhea؟ قلنا بما أنه هي بالفكر بالدياريا، فكر أول شيء نخلي بالإنفلاماتوري بول ديزيز، فكر الإنفكشن اللي هي موجودة أصلا بالجي آي تي اللي هي بالإي كولاي، احتمال السايت وايتس ار بي تشينج مشارك فيها كل و هاي والسايتوميجالو فيروس. بالضبط، احتمال كانسر لان كانسر مسوي احتمال يسوي، او ايه الباركاس هي اوفيس اوف فيجاس فاريكوس او فيزوفيجاس، ايه صار دوال المريء. اللي يصير دايليشن اوف ذا فين ذا اوفيس اوف فيجاس، او ميجال ديفرتيكولايتس دايفرتيكولايتس. يصير بها الانفلاميشن هنا. بس اكثر شيء انا اعتقد السبب انه هو الاي كولاي او افكر بيه او انفكشن، سايتوميجالوفيروس ايه الانفكشن هو اللي يسبب. اي هو رايت 3، اتقيت اكثر من 3، يعني هو الراتبل باول ديزيز لايك ألسريتيف كولايتس او كرونز ديزيز، او ممكن انفكشن مثل ما قلت تشمل على والشانسر سبيل خلينا المثال نعتقد ايه السيتوميجالوفيروس او الكانسر فاريكوس او فيزوفيجاس والميكل دايفرتيكولايتس. السؤال وراء هاي كأسباب زي خافك على قد الهيمورويد، أضافة. الهيمورويد مهم تسوي بلادي؟ إيه هم صح، هم صح، زين هنا على دني اعتبار لازم باللور جي اي تي. يعني هو دا يسأل السؤال واضح بنيتي شيماء، هو ايش دا يقول؟ مثل شنو السؤال؟ give three causes بلادي of bloody diarrhea. diarrhea يعني لازم كومبينيشن اثنينهم موجودين؟ اي مو هو سؤاله هيجي، تمام. هيمورويد شو تسوي الهيمورويد بليدنج بير ريكتم. اي نعم. يعني الدكتور ما سبب بلود دياريا، يعني ما له علاقه بالدياريا، يجوز نورمال ستول بس هو بس بلودي، هو بلادي. يعني همات يعني ايه اذا لازم هارد، وهارد هو اللي يأثر على البلود فازل ويخليها بليدنج هارد ممكن، ستول. ايه ممكن، بس هو ده يسأل السؤال واضح، ردي ده يا ريه. تمام. اوكي اللي ورا يقول describe the abnormalities of the blood count. منطقي هو you will need to find out the normal values and also units. هو احنا هنا قلنا انه عنده ال white blood cell قليل، النيوتروفول قليل اللي هنا من ضمن الوايت بلود سيل، والليمفوسايت قليل، هذا دليل على انه مثل ما نقول يعني المناعه مات اللي هنا مسؤوله عن المناعه قليلات. نحطه بان انه ذني قليلات نتيجه الدراج على اعتبار انه ستيرويد، والستيرويد ياثر عليهن. كذلك مثل ما شفنا الهيموغلوبين الرد بلود سيل لان كلهن قليلات، البليتليت شويه زايده، هاي نتيجه البليدنج
على اعتبار انه صاير بليدنج، فاكيد الهيموغلوبين والريد بلود سيلز يقلن والبليتلت تزداد يعني على مود كديفنس ميكانيزم على مود تسوي كلوتينج. فهو هذا يعني الديسكريبشن الهن، الوايت بلود سيل قليله نتيجه الدراج، والهيموغلوبين والار بي سي والهاي بليتلت نتيجه البليدنج. واضحه مو؟ قاعد عنده اضافه؟ تمام. يلا سلي وراء. سؤال وراء. Describe the histological feature. What is the large CM? هذه الفيجر النطي. The histological feature معناته large CM اللي هو هنا صار. هو نفسه بالمحاضرة. ما أخذي. اللي هو الـ OSI. عيون مثل شكل البومة الصير. بالضبط. Appearance in the inclusion bodies. وهذا يسوي سوسك للسيتوميغالوفيروس. ايوه يعني ينطينا هنت على انه هذا السيتوميغالوفيروس انفكشن. اوكي. ورا السؤال ورا. Explain the pathogenesis of the patient diarrhea. قلنا هو شلون صار ان البريدينازول سوى سبريسيف الاميونيتي. الاميونيتي قلت عليها. قلت النيوتروفول، قلت الليمفوسايت، ايه هو دخل الانفكشن، دخل الانفكشن سواء الجي اي تي سواء الاسريت هو على اعتبار صح، على اعتبار انه هو السيتوميغالوفيروس من يعني شو اسمه الالتهابات الانتهازيه، ينتهز الفرصه، المناعه ضعيفه، فدخل وسوى الافكتد جي اي تي، سوى ديستراكشن جات ميوكوزا مثل ما قلت، وسوى ألسريشن وبالتالي بليدنج. فهو يعني هنا الدايجنوسيس انه صار عنده انفكشن، عنده انفكشن. تمام. احنا عرفنا من شغلتين اللي هي الطاقه الهنت اللي هو الهيستولوجيكال فيتشر استراتيجيكال، ومن خلال هاي ال شو اسمه البلود يعني الانفستيجيشن مال الليمفوسايت ريد بلود سيل ريد بلود سيل. واضحات ان اذا اكو احد عنده اضافه شيء سؤال. اوكي تمام. اديك نقاط ثانيه. الكيس الثاني يعني هسه يعني اذا نكملين اوكي ما عندكم فتشي عليه الحين سؤال ولا يعني هو ما اعتقد لان هو الاميونيتي قلت إذا السيتوميغالوفيروس هو سبب المشاكل. إيه يعني هذه case of asthma taking prednisolone، عادة ينطون prednisolone يعتبروا one of the first lines in the management of chronic asthma in bronchospasm hypoxia. فإحنا عادة وهي reversible by taking drugs. فإذا تأخذ برينازولون in chronic use يبدو أنه هذا الـ first line اللي هو برونكو dilators not so effective for controlling of chronicity of this presentation. اعطوها برينازولون وسوت عد هاي المشاكل. أوكي فاطمة سجلت عندك ملاحظة على الشيء اللي قلناه تسجليهن؟ نعم دكتور. إيه يلا pass to the second question. من يقرأ؟ من يقرأ؟ عذراء. نعم دكتور. يلا بابا سجدين التقرين العفو. نعم دكتور. يلا بني تقرين السؤال. Case الثاني. 54 years old man is receiving RCHOP your chemotherapy treatment for a diffuse large B-cell lymphoma. He complained of blistering painful rash around the left eye. Figure 2 with impaired vision. His blood count is as follows. يعني the blood test the results مالت hemoglobin 95 اللي هو low
لو اللي نسبة النورمال 130 إلى 170 بالميل، وبالفيميل هو هنا الكيس ميل، يعني 170، يعني هنا لو ليفل اوف هيموغلوبين. ريد بلود سيلز كاونت 3.5 والطبيعي 4.5 يعني لو. الهيماتوكريت 0.32 اللي هو لو، الطبيعي 40% إلى 52%. الميل سيل فوليوم 91 91 اللي هو نورمال، والحد الطبيعي له 180 إلى 100. البليتليت كاونت 70 والحد الطبيعي من 150 إلى 400 في 10^9. هنا منخفض لو. وايت سيل كاونت 0.82 وايت بلاد والحد الطبيعي معناتها 4 إلى 10 يعني هم لو. نيوتروفيلز 0.3 والحد الطبيعي مالتها 2 إلى 8 يعني هنا هم لو. والليمفوسايت 0.5 والحد الطبيعي 1 إلى 4 يعني هم لو. السؤال الأول: What abnormalities are evident in his blood count؟ والسؤال الثاني: Why are they present؟ السؤال الثالث: What is RCHOP؟ السؤال الرابع: Describe the rash and suggest a cause. السؤال الخامس: What disease is he likely to have suffered from previously؟ هي كيس من عمر 54 سنة، سوى علاج كيموثيرابي لأنه عنده لارج ديفيوز لارج بي سيل لنفوما، وكان عنده بليسترينج وبينفول راش، يعني راش بألم حول العين اليسرى، وعنده ضعف بالنظر. نتائج التحليل هذه حكيناها. انت حكيتين حليتين هسه شو اسمه، هو هذا الهربيس يسوي فد one of the worst pain syndromes that occur pre-rash and post-herpetic، يسوي post-herpetic neuralgia. والله أنا يعني بصراحة يجوني هواية patients complaining of pain، يعني the worst pain ever described by patient، يقول يعني الألم جدا شديد intolerable، فمرات حتى نحتاج نسوي لهم nerve ablation، يعني نسوي introduction of either chemical substances that damage the nerve or by thermal ablation to the nerve or by ablation of sympathetic ganglia that innervate this area، على مود حتى نوقف يظل البين area parasitized prolonged paresthesia better than pain حتى يقدر يعيش، لان هذا disabling pain اذا شوفوه انه هذا حياته miserable، لا يقدر ياكل لا يقدر يشرب لا يقدر يحكي، continuous pain هذا distribution، هو هنا involvement of which nerve اللي هو مطلع بالصورة من يقدر يقول trigeminal nerve trigeminal، yes involving of trigeminal، the trigeminal be three branches اللي هي ophthalmic والmaxillary والmandibular. ممتاز. بهذا الكيس الophthalmic ophthalmic nerve involved عشتيدك، فاحنا بهيك كيس عادة نسوي ablation للنيرف على مود حتى يقدر يعيش حياته الطبيعية. يلا نحل الأسئلة. إن عندك سؤال أول: What abnormalities are evident in his blood count؟ شنو الأشياء الطبيعية؟ إن عندك هنا كل بس ما عدا المين سيل فوليوم نورمال والباقي كله لو. السؤال الثاني: Why are they present؟ ليش يعني ها صار الابنورماليتي؟
لأنه هو مثل ما قلنا بالكيس يعني عنده diffuse large B cell lymphoma، ودا يخضع الكيموثيرابي، فيعني فثبت هذه ال result بال blood count. اي السؤال الثالث what is RCHOP؟ هو يعني هو عبارة عن procedures chemotherapy regimen used in treatment of non-Hodgkin lymphoma. يستعمل في علاج ال non-Hodgkin lymphoma اللي هي نوع من يعني type of lymphoma. ال RCHOP يتكون من الريتكسيمايد اللي هو مونو كولونال انتيبادي اجينست بروت، يعني هذا الريتكسيمايد يكون انتيبادي ضد ال CD20 which is primarily found in the surface اللي موجود، هذا ال CD20 موجود على سطح ال بي سي ال، وال ريتكسيمايد شو يسوي يعني destroy B cell and نتيجة لهذا راح يعني راح يعني يصير destroying لل B cell وراح نتيجة إنه قلت ال B cell راح يصير بها hyper activity، يعني راح يزداد الإنتاج مع ال B cell على مود تعوض اللي ده يصير اللي ده يصير دمج بي بسبب ريتكسيمايد. والثاني كومبوننت اللي هو سايكلوفوسفامايد اللي هو الكلايتنج ايجنت اللي يدمج يسوي دمج للدي ان اي من خلال ارتباطه للدي ان اي مع البي سي ال، ويسبب لنا كروسنج. نعم عيني اي يسبب لنا كروس لينكد بالدي ان اي، يعني هم راح ياثر على البي سي ال. وال هيدروكسي اجنور بسين اللي يسموه يعني هو هذا اللي يسوي دمج للدي ان اي من خلال يعني يسوي انسيرتنج هو هذا بالبي سي ال بالدي ان اي مال البي سي ال. هو هذا كلهن ك combination of chemotherapy with steroid that هو دامج للبي سيل، يعني اما تاثر على الدي ان اي او يعني used as a chemotherapy. yeah. شنو الكوز مال هاي اللي شفناه هسه الصوره؟ Describe the rash and suggest the cause. هو بما انه suggest cause ولا هو بسبب كيموثيرابي لأنه عنده هربس سيمبلكس هربس زوستر لو اميونيتي على الأعصاب لو اميونيتي وصار عنده ال شو اسمه هربس زوستر هربس زوستر. What disease is likely to have suffered from previously؟ شنو اسم اللي المريض سابقا؟ chicken box. chicken box يعني بالبداية هو يبدي pain وبعدين يبدي blistering ويبدي ال هاي السكين ليجن اللي يصير الاستجماتة مال هذا الديزيز. نيجي للكويشن 3. هنشوف منو يقرا من الطلاب. منو يقرا طلاب الكويشن 3؟ صبا. صبا لا سجاد انت اسمح لنا. صبا. نعم دكتور. يلا بني تقري لنا السؤال. نعم دكتور. A 34 years old man presented with a reproductive cough or fever at night sweat. He is former intravenous drug abuser. Further inquires reveal that he has been HIV positive for the 8-9 years. A chest X-ray show no cavitating lesion in his lung. He also has cervical lymphadenopathy.
هذا عمره 34 برودكت كاف برودكتيف كاف فيفر اند نايت سويت. يعني شنو يجيك هو يقول لك دكتوره شو اني بالليل كله تعرق ايش يصير عندي شديد فشي كلش كلير. هيز ا فورمر انترافينوس دراج ابيوزر. ذول مدمنين ويستعملون انترافينوس عن طريق الوريد. اي فذول كانديديت فور يعني ترانسميت انفكشن بتوين ذيم because they are using the same syringe, the same needle. لذلك هسه اكو safe disposal of syringes all over the world practices انه احنا نيد نستعملها single time. وبالهند من تروحون او بعض الدول الفقيره اللي مثلا السرنج دول الادكس ما يقدرون يعني يشتروها من غير فيستعملون the same syringe. يشوفون بكل مكان بالبراكتس عندهم بكل مكان اكو فد ماشين صغيره انه برا ما تستعملين السرنج للمريض النيدل تسوي لها ديسبوزابل تخليها فد ماشين هاي الماشين ديسبوز ذا نيدل يعني تنهيها بعد cannot be used again. اوكي Further inquiries reveal that he has been HIV positive for 9 years. صاير عنده HIV virus قبل 9 يعني infected for 9 years. A chest X-ray show cavitating lesion in his lung. صاير نوع من ال فالليجن كافيتيتنج واضح بالاكس راي وعنده سيرفايكل لنفادينوباثي. بلود كاونت از از فولو. كملي بنيتي. كملي بابا. يلا صباح دكتور. ما هي بالميت خاف ما اعرف وصل النت عندها شيء وصل النت ما ضار ما هي بالميت رافل رافل زهراء علا. نعم دكتور. يلا كملي السؤال بابا. His blood count is fellow hemoglobin 125 وريد بلاد سيل كاونت 4.2 والهيمو تريكت 0.42 هيماتوكريت 0.42 سيل فوليوم 92 والبليتليت كاونت 170 والوايت سيل كاونت 5.1 والنتروفيل 4.3 والليمفوسايت 0.4. هنا اغلبهم تقريبا نورمال بس الليمفوسايت هنا قليل. والهيموغلوبين هنا 125 هو النورمال 130 170 تقريبا هم شويه قليل على اعتبار ميل يعني. نعم دكتور. يلا. A lymph node biopsy is performed. The histological features are. دكتور. نعم. بس أسوأ فصل النت عندي. يلا مو مشكلة هسه تكمل علا وأنت براها على السؤال. تمام تمام دكتور. دكتور السلام عليكم. نعم عليكم السلام. دكتور أنا هم كان النت يعني أحكي بس ما يوصل الصوت. تو أجل. يلا مو مشكلة. كمل دكتور. اي عيني. What is the wrong with his blood count? عند ال HB الهيموغلوبين عنده قليل وال RBC هم قليل والليمفوسايت هم قليل. السؤال الثاني describe the histological feature حسب الصورة اللي منطيني اياها.
هنا هو صار عنده inflammation وحسب الأعراض مالته احتمال عنده تي بي infection جرانيلوماتس، اي واللي عنده هنا حسب ال feature مال histology عنده gained cell تكون large ويا lymphocyte. شنو اللي gained cell يعني large ال cell مال حسب ال features انها كبيرة صايرة giant cell قصديك؟ ايه giant cells. نعم دكتور. زين والسؤال وراء يقول what is the diagnosis؟ قلنا حسب الأعراض وحسب الفيتشر هنا احتمال عنده tuberculosis TB. عنده cavitating lesion in the lung suggest of TB. نعم زين. Suggest to viral infection other than HIV from which he may be suffering. احتمال انه يقول لي رد بعد virus infection احتمال غير ال HIV احتمال عنده. يقول احتمال عنده hepatitis B و C virus. هنا قلنا حسب النيدل وهو الكهوليك احتمال اللي يكون مصاب بال hepatitis B و C virus. ليش قلت كهوليك؟ قصدي شو دراج ابيوزر مو الكهوليك. اي انترافينوس نو دراج. دراج ابيوزر. نعم دكتور. زين. السؤال ورا يقول يو نوتك يو نوتس يو نوتس on examination that he has several small red skin tumors. What may these be? هذا عنده هو كاتب لك مطيك هنت هو اتش اي في ايدز يعني عنده 9 years وصاير عنده skin lesions. several skin tumors يصير عندهم. شنو ذن السكن تيومرز؟ يصيحوا لهن كابوسي ساكروما كابوسي ساركوما. نعم نفتح. زين خلصت هاي الأسئلة مال هذا الكيس. يلا صباح رجع كملي لنا بابا. شكرا علا. نعم دكتور. 64 years old woman is receiving chemotherapy for advanced breast cancer. يعني هي عمرها 34 سنة وعندها advanced cancer وجاي تاخذ chemotherapy. Advanced يعني advanced breast cancer. متقدم. عافية. نعم دكتور. She development painful dysphagia صارتها عسر بالبلع وتكون هاي painful. Add an endoscopy. The white plaque are represented in the esophagus and there is severe ulceration and inflammation at the gastroesophageal junction. يعني صارت عندها يعني خلال اندوسكوبي شفنا اكو شلون صفائح تكون وايت تكون بيضاء وكذلك عرفنا انه صار عندها سيفير ارسريشن والانفلاميشن بالكاسترو اسفيكال انجكشن يعني بين التقاطع الاسفيكال والكاسترو. والبايوبسي ار تيكن يعني خلال الفيجر 4 والهير بلاد كاونت شو سيفير نيتروبينيا انه خلينا بلاد كاونت وعرفنا انه عندها نيتروبينيا. السؤال الاول وات از ذا نيتروبينيا؟ النيتروبينيا معناتها انه abnormal decrease in the number of the neutrophils in the blood بحيث يكون عددها يكون اقل من 1500. هذا النيتروبينيا. Why it is present? Why is it present? One of the most serious potential side effect الكيموثيرابي سبب انه هو الكيموثيرابي فتعتبر هو من واحد الاحتمالات انه side effect مع الكيموثيرابي اللي يصير عندنا النيتروبينيا. وبما انه هذا الكيموثيرابي يسوي ديستروي للكانسر سيل فمرات also يسوي ديستروي للوايت بلاد سيل. اوكي. نعم دكتور. السؤال اللي وراه ديسكرايب ذا هيستولوجيكال فيتشر يعني خلال الصوره اللي مثلها شنو هي؟ فهي تكون السيدو هايفينيا اوف ذا كانيديا اورجانيزم. السيدو هايفيا اوف ذا كانيديا اورجانيزم اسمها. كانديدا اورجانيزم. نعم دكتور. What organism are presented here? الكانديدا البيكاين هو البيكاين. إيه. What is the treatment? فراح نعطيها الفلوكونازول or related drug. نعم دكتور. هي صاير عندها هنا أنا مسوي لها اندوسكوب وشافة وايت بلاكس بالاسفيغاس. نعم دكتور. وماخذين من عندها بايوبسي وبالريزلت مال بايوبسي هذه. نعم
هي شنو هو الفلاكونازول؟ انت شنو من يقدر يقول؟ من يعرف شنو الفلاكونازول؟ يعني للفنجل انفكشن اند ييست. انتي فانجل ازولز اند انتي فانجل دراجز. اي لان هي ده تاخذ الكيموثيرابي which is depress immunity لان عندها advanced breast cancer وده يصير عندها dysphagia من الفنجل انفكشن ابر جي اي تي وده يصير عندها هذا الانفلاماتوري اريا بحيث ان الاسفيجاس كلها انفلام ده يسوي عندها painful swallowing وشفنا اتاكدنا من عنده بالاندوسكوب شاف عين يعني وبالبايوبسي طلع عنده بالهستوباث suggestion of candida لذلك ده ينطوها فلوكانازول يشوفون دول حتى الاطفال مرات يصير عندهم whitish discoloration of the mucosa of the mouth related to the candida of the mouth لذلك يعطوهم فلوكانازول. هسه نعبر للسؤال برا. دكتور اقراني. يلا رافل. A 44 years old woman this month later diffusion shadowing bronchoalveolar lavage was performed and these are demonstrated in figure 5. سؤال اول, what is the bronchoalveolar lavage? Bronchoalveolar lavage procedures عبارة عن bronchoscope enter the body through the mouth or nose ويوصل لللنج وهناك باللنج انه يسوي examination للفلويد اشوف الفلويد والتيشيو اللي موجود داخل اللنج انا بدي اعرف انه حتى اسوي الدايجنوسيس المعينه اللي يصير باللنج ديزيز استخدمه بهواي امور يعني بالاميون سيستم بروبلم باليومونيا اذا كان عنده مشكله بالفنتيليشن اشوف شاكو باللنج كانسر بس يعني اذا اكو نيكروسيس باللنج اشوفه او ما اشوفه هاي الامور كلها عن طريق البرونكوسكوب زين. السؤال اللي وراء describe the appearance in the specimen طبعا انه هذا الصوره مالتنا مال الفيجر 5 انه هي عباره عن clusters من النيوموسيستيك جايروفيتشي هاي الفنجل هي تصير هيك عباره عن clusters مال سيلز والنيوكليوس تصير تقريبا بالسنترز مال البيريفري يعني واشوفها عن طريق الاميونوفلوريسنس انتيبودي what organism is present? قلنا انه هي النيوموسيستيك جيروفيتشي. Why has this infection occurred? ان احنا هو دي يصير عنده احنا مسوي له بون مارو ترانسبلانتيشن لان هو عنده بي سيل لنفوما يعني عنده مشكله بالاميون سيستم اميونو سبريشن فنتيجه هاي الاميونو سبريشن مال البون مارو ترانسبلانتيشن راح يصير عنده انفكشن سكندري انفكشن مال النيوموسيستيك جيروفيتشي. اللي هنا ذا اتيبيكال اورجانيزم بس والانفيد ذا اميونيتي عاده مو سهلا تسوي لنا انفكشن بس هذا يصير بها بسبب الاميونيتي سبريشن. نعم دكتور. السؤال الاخير وات از ذا تريتمنت؟ التريتمنت مالته عن طريق الكوتريموزازول اكزازول كوتريموكزازول اللي هو الميثوكوتراموكسازول كوتريموكسازول يعني معناه two types of antibiotics. نعم. اللي هو تراي ميثبريم والسلفيت. نعم. سلفاميثازول. then عادة أي كو معناها two. نعم. combination معناه. منو من ما شارك من الطلاب بعد؟ علي منذر علي منذر تسمعني
يعني بس هيك فاتح الروم وما داخل. نور جابر. نعم دكتور. يلا تفضل بنيتي. A 48-year-old man underwent a bone marrow transplant for a T-cell rich B-cell lymphoma. Bone marrow transplant for T-rich, for T-cell rich B-cell lymphoma. Yes. Approximately 2 years after his transplant, he developed neurological symptoms and cardiac arrhythmia. He was thought to be suffering from viral encephalitis. But did despite treatment at post-mortem. يعني مسوي له شنو post-mortem؟ تعرفين شنو post-mortem؟ لا. يعني مودي للطب العدلي ماخذين سامبلات من البادي دي يشوفون الكوز اوف هيز ديث. He was found to have severe cerebral edema and on examination of the cut surface the brain areas of necrosis were present in the temporal lobes mottled areas mottled area where also noted in the myocardium. Histology of the brain and heart is shown in figure 6. يعني هذا برا ما توفى ودوه للطب العدلي اخذوا عادة بالطب العدلي يسوون gross examination يباعون ال corpse of the body أو يعني dead body الجثة مالته يشوفوها وبعدين يسوون ياخذون سامبلات يفتحون البرين يفتحون الهارت ياخذون من عنده يشيكون الهارت يباعون اكو نكروزز بالهارت يشوفون اللانج ياخذون بلاد سامبل ياخذون من الليفر سامبل من الفايتال اورجانز يريدون يشوفون شنو الكوز اوف هيز ديث وات فيتشرز اوف ذا برين وود كونفيرم سيريبرال اديما ات بوست مورتم. Why, سؤال ثاني, why is cerebral edema life-threatening? سؤال ثالث, describe the histological features of the brain and heart. سؤال رابع, what is the diagnosis of here? Is this infectious agent common? Is this infectious agent common? اللي هي يعني من ال proposed diagnosis. يلا طلاب تناقشون بيهن 10 دقائق لكم ربع ساعة. السؤال الأول, what features of the brain would confer cerebral edema at post mortem? The brain softened than normal appear overfill wide and full gyrus with narrow sulky compression ventricle. نور تناقشوا يا جماعتي, شوفوا جماعتي شنو رأيهم باللي دا تقولي مو بس انت تحكيها. شو تقولين هسه شنو اللي حكيتي لنا اياه ترجمي لنا اياه؟ انه البرين يكون سوفت اكثر من النورمال. هاي وحده. And appear over full يعني مملوء ممتلئ يعني بتليف هوايه وال وايند اند فول جايرز. هو شنو هذا وين بدك تشوفيه هسه؟ يعني شلون عرفتي هاي الصفات اللي بالبرين هسه؟ هو يعني انه يقول انه كصفات عامه انه اذا واحد ميت عنده سيمبتومز شنو ممكن انه يعني احنا مطلعين البرين من السكال ودا نشوفه ذا هيجي
شلون عرفنا يعني ستي رحت جراحة عامة عادة؟ هسه حاليا احنا اخصائيين الطب العدلي قليلين عندنا بالعراق، فيعتمدون عادة على الجنرال سيرجنز. الجنرال سيرجن بالبوست مارتم يروح للطب العدلي، اليوم خفارة على الجراح فلان، يروح يقولهم فتحوا السكال، طلعوا لي البرين، يطلعوا لي البرين، يكتب المواصفات اللي شافها بالبرين، فيكتب البرين شكله سوفت، شكله ممتلئ، اوفر فول، زين نشوف انه الاناتوم النورمال مالته مو نورمال، دا احس اكثر السبيسز بتوين ذا جايروسز ار نوت بريزنت. الفنتريكل المفروض من يقصون ياخذون سكشن بالبرين يشوفون الفنتريكلز النورمال فنتريكلز اللي هي كانت فولد وذ سي اس اف يشوفها ديس ابير، لان البرين تشو كله مليان فلويد صاير اديماتس. اوكي، فذن الملاحظات يكتبهن، فهذا كله سجستشن اوف برين اديما. دكتور، نعم، هو مو المفروض يعني شغل الباثولوجيست هذا يسوي؟ لو هو عادي هم الجراح يسوي؟ احنا اذا بالبدايه اكو جروس فايندينجز، اي نعم دكتور، بالنيكد اي نشوفه، بالنيكد اي اول ما يقصون المشرحين دول اللي يشتغلون بالطب العدلي يجي يفتح السكال يقصها بطريقه فنيه، مو يعني على مود حتى ما يضيع الافيدنس، يعني جوز باي برفت كم شهر وقالوا رجعوا فتحوا القبر، طلعوا الرفات، كل شيء له طريقه محدده. اي اي، فالبرين يقصوه بطريقه محدده على مود يحافظون على الفايندينجز ويرجعوا المكان ويرجعون يخيطون طبعا. فبوست مورتم يطلعون البرين مثلا الجراح يقول اريد جروس فايندينجز حتى يكتبها بالنوتس مالته يدزها للقاضي، تبقى هذه ايفيدنس about the patient condition، العفو the يعني corp condition مال الجثه. ودكتور اكيد يعني ورا وقت قليل من الوفاه، يعني اكيد مو دكتور يعني يبقى هو كان هو طبعا الايفيدنس يضيع، بس احنا مبدئيا اذا مريضنا مثلا دايد انترا اوب او انترا هوسبيتال راسا يتحول للثلاجه، ومن الثلاجه يبقى القرار انه هذا يتحول للطب العدلي او يتحول للدفن. فاذا تحول للطب العدلي من الثلاجه، الطب العدلي يسوي له الاجراءات اللي هي من ضمنها ذن الاسسمنت اللي نسوي اللي نحكي عليها. اي نعم دكتور، من ضمنها اللي هاي يعني سسبشن اوف برين اديما نشوفه احنا بالجروس، وناخذ سامبلات نسويها سلايدات على مود يشوف الباثولوجيست يقرا لنا اياها. يلا بنيتي كملي السؤال الثاني. Why is cerebral edema is life threatening? يعني ال cerebral edema ليش ممكن أن تكتل للمريض life threatening، تهدد حياته؟ لأن increase in intracranial pressure راح يؤدي إنه compression over the artery، وبالتالي إنه the blood supply to the brain will reduce. Also can لأن هو أصلاً can block if... أصلاً البرين عبارة عن بوكس، السكال عبارة عن بوكس. البوكس يشبه ببرين تشو، بفينوس بلاد، بارتيريال بلاد، وبي سي اس اف. هذا الكلوزد بوكس whenever there is increase on of مو ذاك اليوم حكيناها بالسمول جروب مال الستروك، whenever there is increase on of one of the content will affect other contents. When ICP increase this will compromise the blood supply to the brain.
اوكي. او also can block flood from leaving the brain, يعني انه بسبب increase intracranial, يعني وزيادة الضغط داخل. Increase pressure may display the cerebral cortex through opening in the tentorium cerebelli because this open is slightly larger than the is necessary to accommodate the midbrain. هذا الهرنيشن ممكن يسوي لنا سيفير برين ستيم يعني كومبريشن, وممكن البرين ستيم تدرون بالفايتلز سنترز كان بي كومبرست اند كوزن سدن ديث. يلا السؤال لبراء. Describe the histological features of the brain and heart. يعني إن هاي الفيجر 6 توضح له. نشوف إنه أكو cyst inside cell. أكو. نعم. يعني characteristics of toxoplasmosis, يعني diagnosis هنا راح يصير toxoplasmosis. نعم. لأن هذا عدة بون مرة مسوي له وعدة depressed also immunity, فوارد يصير عنده رير انفكشن اللي هي واحده من التوكسوبلازموسيس. السؤال الاخير, is this infectious agent common? شو تقولين؟ اعتقد هو شنو شو اسمه بالعاميه, شو يصير حول التوكسوبلازموسيس؟ وداء المقوسات دكتور نفسي؟ ها؟ وداء المقوسات اسمه؟ اي يعني يس. شوفين هواية فيميل يصير عندهم توكسوبلازموسيس, دول خصوصا يصير عندهم ريبيتد ابورشن مو؟ صار هو من القطط يمكن يجي. اي داء القطط يصحوا له. الحوامل اكثر شيء يقولون يعني تجنبوا القطط. تجنبوا يعني القطط دير بالكم لان هذا ريسك مال الابورشن يسوي. اي نعم دكتور. والتريتمنت مالته مزعجه شويه. سبعة طلاب من عنده سؤال دكتور بس. السلام عليكم دكتور. يلا زينب تفضلي. زينب حسن دكتور. اي نعم دكتور, انا البارحه من البارحه بالليل منظومه الانترنت يمنا مقطوعه والصبح ماكو انترنت, فلحقت هسه بس على الكيس الاخير يعني قبل شويه رجعوا لنا اياها, اعتبر غياب لو شنو هسه راح اخذ الحضور اخر مقطوع عندي.